السنه كيف ما كتعرفوا كنحتضنوا الدوره السادسه ديال لا ديفاغان اللي الحمد لله دابا الناس المشاركين معنا كيعرفوها والعدد كيزيد يتكاثر سنه بعد اخرى لان شي كيتكلم شي على شنو هي الهدف من هذا الشيء وهو كان لو سوتيان ديال الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. الجديد في الدوره هو اننا منذ البدايه حنا كنتكلموا على امراض اخرى واول مره غنتكلموا على مرض التصلب اللوحي اللي هو كاين في البلاد ديالنا والعدد ديالو كاين ما بين خصوصا هو كيقيس الفئه الشابه ثلثين ديال الاناث وثلث ديال الذكور وبغينا باش نحسوا الناس عليه ديجا يعرفوا شنو هي المرضي لان بزاف الناس عندهم المرضي ما عارفينهاش لان خص ضروري يديروا انيغام وكتكون الامكانيات ما كايناش والناس كيجهلوا باللي دابا مع لامو الحمد لله رضا لنا صاحب الجلاله لامو عندهم الحق في هذيك الامراض المزمنه عندهم الحق في لا بريزون شارج غير خصهم يعرفوا كيفاش يديروا دونك حنا كنحاولوا نساعدوهم كيفاش يديروا بوغ مونتي لو دوسي باش يمشيو باش يكون عندهم الحق في هذا الجهه ديال لا بريزون شارج في هذا لي راديو في هذا الشيء ديالهم وخصوصا كنركزوا على اهميه الحركه اللي كنقول الرياضه ماشي رياضه تنافسيه الرياضه اللي بوغ لو مانتيان الرياضه اللي هي علاجيه بحال التصلب اللوحي الرياضه راه علاجيه حيت كيقول لك خصو لو كيني ما كاين احسن من الرياضه هي لو كيني ديالو لان يعني الانسان الا كيزاول يوميا وكيحرك العضلات ديالو لان خصو يتحرك في هذا التصلب اللوحي مزيانه له داكشي علاش هذا العام اختارينا نتكلموا على هذا المرض ونطلقوا ليه اكثر والحمد لله كان واحد التجاوب كبير والناس كيعيطوا علينا من جميع انحاء المملكه وبغاو يجيو وبغاو يشاركوا في لا ديفا وكيف ما غتشوفوا ان شاء الله موعدنا نهار 18 في الشهر كونوا في المواعيد واللي كيعرف شي واحد عنده هذا المرض او مرض اخر مزمن مرحبا به هذا اللي يعني اننا ما غيكونوش معنا الجمعيات الاخرى كما العاده جميع الجمعيات اللي كيجيو ديال الامراض المزمنه مرحبا وراه حاضرين معنا وكاينين وعندهم لي ستون ديالهم عندهم الكلمه ديالهم عندهم المكان ديالهم.